بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. أحبتي في الله، لقد أحاطنا الله عز وجل بنعم كثيرة، فما من نعمة نتقلب فيها إلا وهي من الله عز وجل. قال الله تعالى في سورة النحل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فنعم الله تعالى علينا كثيرة لا يستطيع أحد أن يحصيها، نتقلب فيها ولا يمكن لنا أن نحصيها أبدا. ولذلك قال الله تعالى في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله تعالى في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فنعم الله تعالى لا حصر لها ولا حد لها، وكثير من الناس يتقلب في نعم الله عز وجل ويعرف بأن الله تعالى هو المنعم بهذه النعم
ومع ذلك يجحد شكر الله تعالى عليها. قال الله تعالى في سورة النحل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، يعلمون تماما أن النعمة التي يتقلبون فيها إنما هي من الله عز وجل، ومع ذلك يغفلون عن شكرها ويغفلون عن الحمد لهذا الرب العظيم الذي يقلبهم في النعم كيفما شاء. أيها الإخوة الأعزاء، نعم الله تعالى كبيرة، وإن من نعم الله عز وجل علينا ما أعطانا من نعمة المال. لقد أعطانا الله عز وجل مالا وميزنا على غيرنا، إن غيرنا لا يمتلكون أموالا ولا يمتلكون شيئا من حطام هذه الدنيا، منهم من يموت جوعا ومنهم من لا يجد قوت يومه، لكن الله عز وجل أعطانا هذه النعمة لينظر ما الذي سنصنعه بها، ما الذي سنصنعه بهذه النعمة العظيمة التي أعطانا الله تعالى إياها. فمنا من يستثمر ماله في الدنيا ومنا من يستثمر ماله في الآخرة، لأنه قرأ قول الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. لذلك إن من الأمور العظيمة هي أن يستثمر الإنسان ماله مع ربه، والله عز وجل هو خير من يكافئ وهو خير من يعطي. فما من إنسان تاجر مع الله إلا وزاده الله تعالى من فضله وزاده الله تعالى من عطائه. قال الله تعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله تعالى أيضا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال أيضا في سورة الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ويدعون الله عز وجل أن نؤمن به وأن نؤمن برسوله وأن ننفق من أموالنا له. هو الذي أعطانا المال وهو الذي تفضل به علينا. قال الله تعالى في سورة النور: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال هو مال الله والعطاء هو عطاء الله، وإنما استخلفنا الله عز وجل فيه وجعلنا خلفاء في هذا المال. ثم ينظر الله تعالى إلينا ماذا نصنع به. يسألنا الله تعالى يوم القيامة، يسأل العبد عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أنت مسؤول عن المصدر الذي اكتسبت منه هذا المال، وكذلك أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن مصدر آخر، وهو في أي شيء أنفقت هذا المال. إن الكثير منا ينفق مالا في هذه الدنيا بلا حساب، ينفق في متاع الدنيا وفي تغيير الشقة وفي تغيير الأثاث وفي تغيير الملابس، ينفق الأشياء الكثيرة من أمواله على متاع الدنيا الزائل، لكنه يغفل كثيرا عن أن يجعل له رصيدا عند الله عز وجل. هذا الرصيد الذي لا يضيع، هذا الرصيد الذي ينميه الله عز وجل لصاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب.
فإن الله يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل، تعطي الله عز وجل شيئا صغيرا فيكافئك الله عز وجل عليه بالأشياء الكثيرة الكبيرة في صعيد الآخرة، حتى إنك في صعيد الآخرة تتمنى أن لو أنفقت مالك كله في سبيل الله وجعلته عطاء لله الواحد الأحد، ما أكرمك يا رب، ما أكرمك يا رب أن تعطينا المال ثم تدعونا إلى إنفاقه ثم تعطينا الجزاء الكبير عليه، ما أحلمك علينا يا رب، ما أبخلنا معك يا رب. إي والله العظيم، إن الله تعالى يقول في سورة محمد: ها أنتم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. هذا الذي يبخل على نفسه بالخير ما جزاؤه يا رب؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء. ويقول أيضا في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نعم أيها الأخ الحبيب، إن الله تعالى قادر على أن يذهبنا، قادر على أن يمحونا من على ظهر هذه الأرض، وقادر أن يأتي بأناس يمشون على ظهر هذه الأراضي وعلى ظهر غيرها، وهو القادر على كل شيء، وذلك عليه يسير إن نحن تمردنا عليه، إن نحن تركنا أمره وابتعدنا عن أوامره واقترفنا نواهيه، ساعتها لا ثمن لنا. إن الذي يجعل لنا ثمنا على ظهر هذه الأرض هو أن نكون مع الله، وأن نكون معه نطلب رضاه وندعوه بالليل وبالنهار. أيها الأخ الحبيب، إننا إذ نجد أمامنا هذه المشاريع الخيرية العظيمة التي تعود بالنفع على المسلمين في كل مكان، وتعود بالخير على أبناء المسلمين وخاصة في هذه البلاد، فلا يمكن أبدا أن ندخر جهدا أو أن ندخر مالا إلا ونعمد إلى المشاركة بسهم في هذا الخير الكبير. الذين ينفقون أموالهم بالليل وبالنهار، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يطمئن الأفئدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، إنك لن تعطي الله تعالى درهما، ولن تعطي الله تعالى دينارا، ولن تعطي الله تعالى قرونا، إلا ويعطيك الله تعالى أضعافه، والحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. إنك لا تعطي شيئا إلا ويعطيك الله تعالى أكثر منه. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، يد الله ملأى. إياك أن تظن بأن الله تعالى خزائنه فارغة، لا، خزائن الله تعالى ملأى، يد الله ملأى، لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. انظر ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، لقد أطعم الله تعالى من كان قبلنا،
ويطعمنا الله تعالى ويطعم حتى الكافر به، حتى الذي يثلث له، حتى الذي ينسب له الولد، حتى الذي يشرك به ويلحد به، يطعمه الله تعالى، لأن في مسائل الإطعام الله تعالى جعل فضله على الكثيرين. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. في العطاء الدنيوي يسوي الله تعالى بين الناس جميعا، أما في العطاء الأخروي فيرفع الله تعالى عباده الذين وحدوه، يرفع الله تعالى عباده الذين تاجروا معه، يرفع الله تعالى عباده الذين فضلوا الآخرة على الدنيا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما سمعها الصحابة ارتجفوا من دواخلهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إننا نتصدق لربنا بأعز ما نملك. هذا أبو يحيى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إن الله قد أنزل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب شيء إلي هذا البستان العظيم الذي كان النبي يدخل فيه فيشرب ماء عذبا زلالا، فإذ به يقول: يا رسول الله، إني أجعله لله، إني أجعله لله من أجل أن أفوز بالآخرة. لما سمع عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اشترى بئر رومه، من يشتري بئر رومه وله الجنة، لم يتحمل، لم يبت ليلة واحدة، أخذ يفاوض صاحبه حتى يأخذ هذا البئر منه، ولم يقبل، هذا البائع لم يقبل، فاشترى عثمان وظل يلح عليه أن يدخل معه شريكا. فلما دخل معه شريكا جعل عثمان يومه للمسلمين وجعل هذا الماء للمسلمين. فلما وجد هذا الرجل بأنه لا فائدة من مشاركة عثمان وبأن عثمان أخذ يبيع كل ما له لله عز وجل، باعه النصف الآخر فاشتراه عثمان، اشتراه عثمان بن عفان من أجل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومه وله الجنة. إنهم أناس يبحثون عن الجنة. قال عمر يوما: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة، فقلت: هذا يوم أسبق فيه أبو بكر، أسبق فيه أبا بكر، جاء اليوم الذي أسابقه فيه وسأسبقه. فيقول عمر: أخذت نصف مالي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هذا ما أتصدق به. فسألني النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم مثله، يعني جبت النصف وسبت النصف. ثم قال عمر: فجلست بجوار النبي وجاء أبو بكر فوضع ما عنده أمام النبي، فسأله النبي: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك أبدا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. هؤلاء يتنافسون على الجنة، يتنافسون على الخير، يتنافسون على الحسنات، ما وجدوا سبيلا يضربون فيه بسهم مع الله إلا وكانوا على أتم الاستعداد له. لم يقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء إلا وكانوا رجالا، كما نحن قد جئناكم اليوم ونحن نعلم بأنكم الرجال، ونعلم بأنكم أنتم أهل الخير، ونعلم بأنكم أنتم من أهل العطاء، وما جئناكم لدنيا، إنما جئنا لنشترك معكم في الأجر، ولتأخذوا أنتم أيضا الأجر معنا في إقامة هذا المركز الإسلامي الكبير الذي حدثكم أخي عنه من قبل هذه الخطبة المباركة. نعم، جئناكم ونحن نطمع أن تكونوا شركاء في الأجر، جئناكم ونحن نعلم الكرم الذي فيكم، ونعلم أنكم تعلمون بأن هذا المال ليس بمال لنا وليس بمال لكم، وبأنه مال الله في الأول وفي الآخر، وبأننا مؤتمنون عليه، وبأن الله تعالى سيحاسبنا على هذا الأمر. لذلك نحن قد أعددنا العدة وشددنا العزم، وجئناكم ونحن نطمع في كرمكم، ونعلم أنكم لن تخذلونا، لأن هذا المشروع هو مشروع لله،
مشروع لإنقاذ أبناء المسلمين وفتيات المسلمين، مشروع لتوحيد الصف وجمع الكلمة، مشروع لرفع راية الإسلام على هذه الأرض التي فتحت أبوابها للمسلمين في كل مكان. أيها الإخوة الأعزاء، إن هذا المكان الذي نحيا فيه قام غيرنا من قبل ليدعو الناس إلى الإنفاق عليه من أجل إقامته، وهو الحمد لله كان حلما بالأمس وقد جعله الله تعالى حقيقة اليوم. وها نحن أيها الإخوة الأعزاء، كان هذا المشروع بالنسبة لنا حلما في الماضي، لكن هذا الحلم بدأ يتحقق على أرض الواقع. وها أنتم تعلمون كما حدثكم أخي بأن المشروع الحمد لله قد وضعت له البنية الأساسية، وبأن المشروع في طريقه إن شاء الله إلى أن يقام وأن يذكر فيه اسم الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. كن أنت يا عبد الله من المساهمين، من المساهمين في إقامة هذا المشروع العملاق الكبير، حتى إذا ما سبح فيه المسبحون وصلى فيه المصلون وذكر فيه الذاكرون وتقرب فيه المتقربون وخطب فيه الخطباء والدعاة، كان لك سهم وكان لك من الأجر ما الله عز وجل به عليم. أيها الإخوة الأعزاء، أنتم أهل الكرم وأنتم أهل الجود، وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم من أجود الناس، فمن أراد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشترك مع إخوانه في إقامة هذا المشروع وأن يشتري سهما، وقيمة السهم 3000 قرون، حاجة بسيطة لا قيمة لها، لا قيمة لها بمقياس الدنيا، لكنها عند الله عز وجل لها قدر كبير. أما من أراد الزيادة فهذه تجارتك مع ربك، وأنا لا أسد الباب في وجهك أبدا، بل الباب مفتوح للمتاجرين، بل الباب مفتوح للذين يريدون الدرجات العليا عند الله عز وجل. ساهموا مع إخوانكم وكونوا إن شاء الله على قدر الثقة التي حملناها فيكم، ولا تخذلوا إخوانكم، فالمشروع على وشك أن ينتهي إن شاء الله، وما هي إلا أموال معدودات نصرفها وتذهب، فادخروها لربكم. إيش يعني 1.5 مليون أو يزيد أو يقل؟ هذه أمور بسيطة، ونحن نطمع إن شاء الله أن نخرج بهذا المبلغ من عندكم وزيادة، لأن الله تعالى يحب الزيادة ويعطي على الزيادة الزيادة. فكن مع ربك متاجرا وكن مع ربك محتسبا، أنفق عليك، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، انظر ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يطعمنا ويطعمكم، يكسونا ويكسوكم، يرعانا ويرعاكم، نسبحه وتسبحونه. فاشتركوا معنا أيها الإخوة الأعزاء، جزاكم الله خيرا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، كما تنزل ملكين في كل يوم يدعوان فيقولان اللهم أعطِ ممسكاً تلفاً وأعطِ منفقاً خلفاً، اللهم إنا نسألك من مقامنا هذا أن تعطي كل من أنفق في سبيلك خلفاً عليه في ماله يا رب العالمين، أن تخلفه في ماله وأن تعطيه عليه العطاء الزائد وأن تعطيه الزيادة العظيمة من فضلك ومن كرمك يا رب العالمين، ولا تجعل فينا ممسكاً أبداً، اللهم لا تجعل فينا ممسكا أبدا، اللهم لا تجعل فينا حريصا على الدنيا أبدا، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء الذين يبخلون عليك بشيء من أموالهم يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم لا تجعلنا من البخلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك
أن تنصرنا على أنفسنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم تولى أمرنا ووحد صفنا واجمع كلمتنا واشف أمراضنا وسد عنا ديوننا وفرج كروبنا وأذهب أحزاننا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.